اليوم فقد الاتحاد الاشتراكي وفقد الوطن بأكمله أحد الرجال البررة المناضلين الأوفياء، المناضلين الراسخين على المبادئ الحقة. فقدنا الأستاذ مالك الجداوي، كان رحمه الله من المؤسسين للشبيبة الاتحادية، كان من مؤسسين الدبلوماسية والمغرب. عرف الملك الجداوي كسفير للسويد، كسفير صاحب الجلالة لروسيا، وعرفناه مؤطرا ومربيا لنا كشباب اتحادي داخل مقرات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. كان دائما رجل انصات، رجل حكمة، ورجل ظل بامتياز. الملك الجداوي كان دائما يساهم في صناعة الأطور والكوادر الاتحادية، يساهم في صناعتهم في خفاء، كان دائما لا يحب الأضواء، كان دائما مناضلا صنديدا من بعد. فقدنا اليوم أحد الركائز الأساسية لنا في الحزب، وما عسنا إلا أن ندعو له بالرحمة والمغفرة، وإن شاء الله أن يتقبلوا ربي عنده بالرحمة والرضوان يا رب. ونذكر بأن الأخ عبد الملك الجداوي كان من خيرة المواطنين والغيور على بلده، وحبه للعائلة الملكية الشريفة، وقد تفانى في مجهودات كثيرة، وأطلب من الله أن يغفر له جميع الذنوب. والسلام.